السلام عليكم اخواتي، كيف الاحوال؟ نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نخدم معكم هذا الموديل اللي كتشوفوا في الصوره، فيه الكوزه مدوبله يعني فيها على جوج المرات ومطروزه برنده حبه، وفيها حتى البريد، وفي الجنب ديالها فيها الوايه يعني فيها فراغات بيناتهم فراغات، وديك الفراغات هما معمرين بالطرس ديال الرنده حبه يعني مطروزين بالرنده حبه. المهم نبداو بسم الله. غنحتاج انا الخيط عندي على جوج شعرات، ممكن نتوما تخدموا على ثلاثه، وغادي نبداو نخدموا الغرزه الاولى. انا عملت طريقه كيفاش كنعملوا فتح نصف طوقه حسب الغرز اللي بغينا حنايا، يعني انا عندي الفيديو اصلا في القناه، انا غنخلي لكم صندوق الوصف اللي بغى يرجع يشوف الطريقه بالضبط. ندخلوا الغرزه الاولى ونبداو نخدمو هنايا في الاول ثلاثه الغرزات، نبداو واحد الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، هذه الغرزه الثالثه، نجي نضربو في الثوب وغادي نعمرو هاد الغريزه هذه اللي بين الثوب الرندة، ها هي دائما ملي كنبغيو نفتحو نصف طوق دائما كنزيدو هاد الزيادة هادي. ديرو نعملو الغرزة الثانية، والغرزة الثالثة، وهادي الغرزة الرابعة، نضربو في الثوب ديالنا. المهم دابا بعد ما كملت 14 غرزة، يعني حسبت من هنايا من هاد الزيادة، هما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش، بلا هاد الغرزة هادي، هادي اللي في التوب ما كنحسبوش، يعني 14 ملي كتخدمو هاد الصفة تجبرو فيه 14 كتوقفو، يعني أنا هنايا وقفت. غادي نجيو دابا غادي نعمرو هادي بهاد الغرزة هادي اللي غادي نعمرو، غادي يكون عندنا 15 غرزة. نحسبو، ها واحد الغرزة الأولى، ها الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، الغرزة الرابعة، الخامسة، السادسة، والسبعة. نخدمو سبعة الغرز هنايا، نخدمو سبعة الغراس وغادي نفتحو العينينا ديالنا هاد الكوزة، يعني التامنة غادي نخليوها وغادي نجيو نخدمو هادي تسعة، يعني نخدمو عاد سبعة، يبقاونا سبعة ليه، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كيبقاو سبعة هنايا عاد، غادي نخدموهم كاملين. نجيو نعمرو هاد الكوزه هادي بجوج، نقزنا وحده طبعا غادي نعوضو ديك اللي نقزنا من هنا من تحت، يعني نخدمو فيها جوج هاد العينينا. نخدمو ونخليو هادي، ها هي غادي نجيو نخدمو في وسط الكوزة ديالنا هادي، ونخدمو ونخليو هادي، نمشيو للغرزة اللي موراها ونعمرو هادو كاملين.
نديروا هذه الغرزه اللي في الجنب هنايا. ناخذ مواد الصف كامل. دابا غادي نعمرو هاد العوينات هادو بجوج د الغرزات. الغرزة الثانية هاد العينينة هادي او نفس الشيء نعمرو بجوج د الغريزات، واحد جوج، ونمشيو نكملو هادو عاديين. هاد الموديل اللي عندنا حنايا فيه الكوزة يعني مدوبلة، يعني كتكون ماشي غير واحد الكوزة ماشي هكذا، كتكون على جوج المرات جوج الصفوف. انا نوريكم الطريقة كيفاش كنعملوها. كنخليو هاد الغريزة هادي وكنجيو نعمرو وسط هاد العينينة، يعني كننقزو واحدة ونمشيو لاخرى. ونفس الشيء حنا في الكوزة العادية كنا هاد الغرزة هادي كنعمروها، يعني كنخدموها هنايا في الكوزة مدوبلة. لا، غادي نخليو هادي وغادي نمشيو عاوتاني لهاد الغرزة في وسط عينينا هادي. خليو هاد الوسطانية هادي نخدموها شي ونجيو لهادي. دابا غادي نخدمو هاد الصف نرجعو فيه كامل. نعمرو هاد الغريزات هاد العينينات هادو، يعني غيكون عندي ثلاثة العينات هنا، واحد جوج ثلاثة، نعمروهم كوحدة فيها جوج غرزات، واحد ها جوج. غنجيو العينينة الثانية ونعملو فيها جوج غرزات. العينينة الثالثة حتى هي نعملو فيها جوج الغرزات. بقالنا واحد الغريزة هنايا، عاد كنوصلو لديك الغرزة اللي بين العينينات، يعني هادي اللي هنايا في الوسط. غادي نخليو هاد الغريزة هادي وغادي نجيو نعملو هاد الغرزة نخدمو لي في وسط العينينة. عاوتاني نخليو هاد الغريزة هادي هي في الوسط هنايا هادي، وغادي نخدمو هادي اللي في وسط هاد العينينات، ونجيو عاوتاني نخليو هادي نخدمو هادي. نخليو عاوتاني هاد الغرزة هادي ونجيو نخدمو لي موراها باش كتعطينا ديك الكوزة مدوبلة. نجيو نعمرو هاد جوج غرزات هنا، يعني عندي اربع د العينينات دابا كبارين، غادي نعمرهم هاد جوج الاولانيين هاد جوج الثانيين. وجوج الثالثين وباقي لي وحده حتى هي غادي نعمر فيها جوج، يعني اربع د العينينات كبارين. دابا فهاد المرحله هادي ملي غنكون راجعه ما نسيتش نفتح العيون، غادي نزيد نوسع غير هاد الجوج هادو جوج هادو، يعني في الوسط ما بقاش نزيد.
نجيو هاد الغريزه هذه اللي قبل هاد العينينا، غادي نفتحو هنايا يعني نوسعو كوزه ديالنا، هادي نحيدوها ما نخدموها شي، وغادي نخدمو هادي اللي في الوسط. دابا غادي نخدمو هادي حتى هي، غادي نخليو هادي ما غاديش نخدمو هادي بالعكس، لا غادي نخدمو هادي اللي في الوسط عاوتاني. غادي نجيو حنا حنخلينا هاد جوج العينينات هنايا. دابا هادي اللي هنايا كنا كنخليوها باش كنا فتحنا الكوزه مضوبله، يعني فتحنا هادي وهادي وهادي، دابا غادي نعمروها، غادي ما غاديش نقزو عليها، غادي نعمروها. غادي نجيو حتى لهادي حتى هي وغادي نعمروها اللي موراها، وهادي هي لا غادي نشبر، غادي نخليو هادي غادي نقزو عليها، غادي نجيو هاد خويط هذا نخدمو هاد العينينه باش كيجيونا ديك كوزات هكذا معوطين. عاوتاني غادي نخليو هادي، غادي نجيو نعمرو هادي ونكملو على هاد الصف عادي. غادي نجيو لهاد الغرزه اللي خلينا يعني كبيره يعني العينينا، غادي نعمرو فيها جوج، ها واحد ها جوج، عاوتاني غادي نعمرو هادي فيها جوج، واحد جوج، وغادي نخدمو هادي غادي نخدموها عادي يعني ما نقصو حتى شي وحده هنايا، نخدمو واحد جوج في الوسط. غادي نجيو لهادي نعمرو هنايا جوج عاوتاني فهاد العوينه، حتى فهاد العوينه هادي عاود نعمرو جوج، غادي نجيو لهادي واحد، نخدمو هاد الصف تنوصلو عند هاد الغريزه اللي قبل هاد العينينه، ها هي نخليوها ونجي نخدمو في وسط العينينه هادي. تنجيو نخليو هادي، نجيو نعمرو هاد الغريزه هادي، من بعد نجيو نخدمو هادو عاديين، واحد جوج، هادو ما كاملين عاديين يعني ما كنقصو حتى شي وحده، ثلاثة أربعة، نجيو لهادي نخليوها نجيو نعمرو هادي، عاد نقصو هادي ونجيو نعمرو هادي. يعني كيبقاو جوج الكوزات ها هما هنايا، جوج الصفوفه تاع هاد العينين كيجيو من هنا ومن هنا. نخدمو هادو جوج، كل عينينا فيها جوج يعني هنايا هما أربعة خدمناهم، جوج في هادي وجوج في هادي، غادي نعمرو هادو في الوسط عاديا، هاهوما عمرت جوج هادي عاوتاني، تالي غادي نعمر فيها جوج. غادي نخدم دابا، غادي نخلي عاوتاني هادي، وغادي نجي لهادي في وسط العينينا، غادي نخلي هادي وغادي نجي لوسط هادي،
غادي نجي نخدم نعمر هادو. ها هما عاديين، ها واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي نخلي هادي، غادي ضربت هادي الخمسة والستة اللي كتجي في الوسط هنايا، غادي نخلي هاد العينين اللي في الوسط، غادي نجي نقص في وسط العينينات هادو، يعني داد الكوزة وسط هادي، أو نخلي تاني هادي ونجي لهادي، غادي نستمر يعني هكذا. دابا غادي نكمل هادي و نرجع نعمرهم، غادي نبقى مشمش بنفس الطريقة، يعني كل مرة كنفتح وحدة من هنا وحدة من هنا، وهادو كنعمرهم، أو كنفتح وحدة من هنا وحدة من هنايا، وفي الوسط كنعمر يعني برندة حسبية عادية. من بعد حتى كنكونوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندي دابا سبعة، يعني حتى يكون عندي مثلا 11 ولا 12 عينينا هنا، يعني في التيسع، بما أننا كنزيدوا هاد الغرز من هنا، يعني كتبقى لنا هادي كيبقاونا فيها ستة من هنا وستة من هنا، وحنا ماشيين كنوسعوا في هاد الكوزه المضوبله. انا غادي نكمل حتى يوصلوا لي 11 عينينا هنا، وغادي نرجع ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نشدوا الكوزه ديالنا. دابا من بعد ما عملنا ساليت كما وريتكم، بقيت ماشيه هكذا كنفتح في الكوزات يعني ديالي، حتى وصلت هنايا جبرت عندي 12 عينينا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صافي. دابا هنايا غادي نوقف، يعني بنفس الطريقه نتوما كتعمروا هذا الفراغ هذا الغرزات عاديا، ومن هنا كتفتحوا الكوزات، هنا كيبقى لكم 6 6 ديالكم. دابا شنو غادي نعملوا؟ غادي نفتحوا، غادي نجيو لهنايا، وغادي نقطعوا نفس الطوق ديالنا عادي باش كنفتحوه باش نتعوضوا مع الخدمه ديالنا. ثاني نفس الجهه اخرى، صافي. غادي نبل انا هاد نعاود نفس الطوق ديالي نبلو ونرجع لكم. دابا من بعد ما عاودنا نفس الطوق ديالنا، الخيط بقى لنا هنايا، ها هو هذا غادي نخلي، ما غاديش نخدم به، غادي نجيب خيط جديد، غادي نحسبه هنايا ابتداء من هاد الغرزه هادي الاولى، ماشي هنايا صافي، ما بقيناش كنعملوا غرزه زياده لان صافي تعوضنا مع نستوق، يعني ما عندنا ما نزيدو في نستوق، صافي غادي يبقى لنا هكذا معوض كما هو هكذا، يعني ما غنزيدوش ديك الزياده الجنب من هنايا. اش غادي نعملو؟ غادي نحسبه 1 2 3 4 5 6 6 الغرز، غرزة السبعة اللي ندخل فيها الخيط، شنو غادي نعملو؟ غرزة السبعة ندخل فيها الخيط، غادي يبقى لنا هنايا ديك الغرزة اللي جات في وسط العينينا هادي اللي لتحت، هاي هاد العينينا هاد الكوزة هادي جات هنا واحد الغريزة في وسطها بيناتهم، ديك اللي كنعمرو ديك جوج ديك الفراغ، غادي نخدموها، خدموها. شنو غادي نعملو دابا؟ الكوزه ديالنا غادي نشدوها لداخل، يعني مابقيناش كنوسعو عندنا في الكوزه هكذا كنوسعوها، دابا غادي ندخلو ديك العين غنبقاو ندخلوهم لداخل. شنو غادي نعملو؟ غادي نخليو غريزه هادي، غادي نجيو الغرزه اللي من بعد منها حتى هي كتجي في وسط هاد العين الثانيه، ها هي ديما نكون رجعين، غادي نعمرو فيها جوج عاوتاني نفس الشيء، غادي نخليو هاد الغريزه هادي، نجيو الغرزه اللي من بعد منها، غادي نعملو العين اخرى صافي. دابا غادي نعمرو هادو عاديين، وصلنا لهاد العين هادي، كاين واحد الغريزه هنايا قبل هاد العينينا الراندا، يعني كبيره قبل هاد عينينا الكوزه، ها هي كاينه الغريزه، غادي نخليوها قبل منا، غادي نجيو مباشره لفوق هاد العين الكوزه.
الأرز غادي نخدمو أرز واحدة. نفس يعني نفس الشيء غادي نعملو هنايا عاوتاني. غادي نخليو هادي غادي نجيو نخدمو فوق هاد العينين الجوزة. غادي نخدمو وحده هنايا غادي نشوفو خصنا يبقاونا هنايا ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. وكتبقى لنا هذه اللي جات ديك الغرزه الزياده ملي كنا كنفتحوا نصف طاق لتحت، يعني قبل ما نعملوا نصف طاق ملي كنا كنوسعوا في نصف طاق ديالنا كتبقى لنا الغريزه هذه. هذه ما غنحسبوهاش حنايا دابا لان غادي نلغيوها ملي غادي نكونوا راجعين. خصنا يبقاو لنا 6 الغرز، يعني هنايا نعتبروا هذه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. هادي ما نخدموهاش ملي غنكون راجعين، انا غادي نوريكم يعني نكون نخدموا هاد الجهه هادي اللي غادي نعملوا فيها اللوايه. صافي دابا حنا خدمنا كيتسمى بحال سته تما بقاو. دابا غادي نرجعوا غادي نخدموا هادي الاولى، غادي نجيو نعمروا هادو بجوج الغريزات واحد لان كنشدوا دابا الكوزه ها جوج. عاوتاني حتى هنا غادي نخدموا جوج وصلنا لهاد العينينات ها هما اللي خدمو فيهم جوج الغريزات. ها واحد ها جوج عاوتاني هنايا هادي ها هي نخدمو فيها واحد جوج. ديك الغريزة الأولانية اللي ضربناها قبل هاد العينينات غادي نرجعو نعمروها هاي. ها دابا غادي نعملو غادي نضربو عاوتاني هاد الغريزة هادي نرجعو فيها واحد نخدمو عاوتاني هادي جوج لي كتجي فوسط هاد العين هاهي. نخليو هاد الغريزة هادي نمشيو لعند وسط العين هادي الغريزة لي تما غادي نخدموها ها نخليو تاني هاد الغريزة هادي نقصوها نجيو الغريزة اللي من بعد ونخدمو دابا عادي عمروهم ورا بعضهم هاد الغرز. غادي نجيو حتى نقربو عند هاد يعني بقى غرزة واحدة لعند هاد العينينة هادي الكوزة غادي نخليوها هي الغرزة واحدة ها هي. غادي مغاديش نخدموها غادي نخدمو في وسط هاد العين هادي الغريزة اللي في وسط ديك العينينة ها هي الغرزة الأولى يعني العينينة الأولى ها هي. عاوتاني نعملو الثانية ها هي نخليو هاد الغريزة هادي ونجيو الوسط هادي يبقاو لي جوج الغريزات هنا من بعد كنخدمو مورا بعضهم. غادي نرجعو دابا فيهم كاملين ونعمرو ديك العين في نفس الوقت كنعمرو بجوج الغرز. نخدمو هادي هادي الأولى وهادي الثانية هادي الثالثة غادي نعملو فيها جوج الغريزات دابا نجيو نعمرو هادو بجوج واحد جوج عاوتاني هادي بجوج واحد جوج كيبقاو لي هنايا هادو لي بقاو غادي نخدمو واحد جوج. هاي بدات كتبان كطلع الكوزة من هنا. دابا نخدمو نرجعو في هادي
الثانية حتى الثالثة نخدموها مورا بعضهم. الثالثة كتجي في وسط هاد العين الجوزة التحتانية، وغادي نخليو هاد العين هادي هاد الغرزة هادي، وغادي نقصو نخدمو في وسط هاد عينينا الجوزة اللي لتحت. هي عاوتاني نخليو هاد العين هادي هاد الغرزة هادي، وغادي نجيو للغرزة اللي من بعد نعملو عين كبيرة شوية يعني اللي كنعمرو فيها جوج دغريزات. نخليو يعني يكون باقي لنا غرزة واحدة ها هي، وغادي نجيو نفتحو عيني أخرى. هاهي نخليو غرزة هادي ونجيو هاد العينينا هادي نعملو عين كبيرة شوية اللي غادي يكفانا فيها جوج دغريزات. عاوتاني نخليو هاد الغريزة هادي ونجيو لوسط هاد العينينا اللي لتحت ها هي، ونجيو نخدمو فيها. نكملو هادو اللي بقاونا هنايا تلاتة، واحد جوج تلاتة. هاد التالتة ما تنساوهاش، هادي كتجي في القنت دائما، ديك الغريزة اللي في القنت ما تنساوهاش. دابا غادي نرجعو وغادي نعمروهم عاود نفس الطريقة، نعمرو هاد جوج هادو ملي نوصلو لهنا عاود نجيو نفتحو العين يعني من هاد الجهة من هاد الجهة، ومن هنا عاود نفس الشي هكذا حتى كنشدو حتى كتشدنا. دابا هي بدات كتبانلنا بأنها كتشد، هاد العين كيتفتحوا لجهه اخرى. انا ملي غادي نسالي هاد نشد هاد الكوزه غادي نرجع ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي نكملوا. صافي من بعد ما خدمت هاد الكوزه هادي كملتها شديتها كامله نفس الطريقه اللي وريتكم، تبقات عندي هنايا غير عين واحده الفوق يعني حتى كنشدها مره كطلع بهذا الشكل. كتزيدوا تخدموا نتوما تفتحوا عاوتاني كوزه اخرى بنفس الطريقه هنايا، يعني غادي تكملوا هنايا. دابا بقات لكم واحد العينين هنا، غتكملوا هنا عين اخرى من هنا ومن هنا هنا. الصف غادي يجيكم في جوج العينين، وبعد الصف اللي مور غادي يجيو فيكم يجيو فيه ثلاثه. وانتم ماشيين يعني كتفتحوا كتعاودوا نفس الخطوات اللي بدينا من هنايا، كتفتحوا كتخدموا واحد المسافه يعني هاد الشكل هذا هاد الكوزه بهاد الطريقه هادي، باش كنجبرو فين كنخدمو ديك اللوايه كنلصقوها هنا. يعني ملي كنخدمو هنا مثلا رندا حسبية واحد المسافه كنجبرو فين كنعملو الكوزه ديالنا، يعني فين كنلصقو اللوايه ديالنا هنا في هاد الجنب. يعني ضروري خصكم تزيدو تخدمو واحد شويه. المهم من بعد نكملكم انا طريقه كيفاش كنخدمو اللوايه في هاد الجنب، وكيفاش كنطرزو بديك الحبيبات وبطرز البريد.